بعد معاناة استمرت أكثر من 3 سنوات حتى الآن، أعلنت أخيراً السلطات الأندونيسية عن جائزة كبرى لأي شخص يستطيع إنقاذ هذا التمساح. هذا التمساح له قصة، بدأت قصته عندما علق التمساح هذا الذي تشاهدونه في إطار دراجة نارية على ما يبدو، فالتف على عنقه ولم يعرف كيف يفلت منها. طبعاً عاش التمساح سيء الحظ إن جاز لنا أن نصفه بذلك لسنوات في معاناة كبيرة على ما يبدو، لكنه نجح من خلال هذه الفترة في التغلب على العديد من العقبات التي واجهته أثناء حمله للإطار، حيث نجا من التسونامي والزلزال الذي أو الزلازل التي ضربت مدينة باولو. لكن على الرغم من أن تلك الكوارث، لا يزال إطار الدراجة البخارية ملتفا حول عنق التمساح، ومع نمو حجمه بالتالي هو يأكل يسمن يزداد حجمه، يتعرض أكثر لخطر الاختناق. لكن كل المحاولات التي تم اتخاذها من أجل إنقاذه باتت بالفشل، فلا أحد يجرؤ على الاقتراب من التمساح في هذه الوضعية. لذلك خلال العام ذاته حاول مكتب الموارد الطبيعية أن يتعامل مع التمساح، في حين نصب آخرون فخا من أجل القبض عليه، لكن الحيوان المفترس نجح في الفرار ظنا من أنه يحاولون قتله فقط. لذلك المسؤولون هناك اضطروا للقيام بإعلان عن على الملأ عن هذه الحادثة وعن هذا الوضع، بأنهم بحاجة لأشخاص على درجة عالية من التدريب للقيام بهذا الأمر. ولتحفيز هؤلاء أصحاب الخبرة أعلنت هناك الحكومة عن جائزة قيمة، يعني هي قيمتها عالية لكن لم يتم الإعلان بشكل مباشر عن قيمتها، للشخص الذي يستطيع إنقاذ التمساح من دون الإطار. فهل تجرؤون أنتم على القيام بذلك؟ التعليقات على هذا الخبر كانت كثيرة ومتنوعة، بعضها متعاطف وبعضها ساخر كالعادة، فهذه ما اعتدنا أن نشاهده على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى التعليقات أيضا. نتابع بعض التعليقات من عبد الله، قال: أول شيء يعطوني المبلغ في شيك باسم ولدي وأنا موافق، مع ابتسامة، يعني يريد المال أن يكون باسم ابنه ليس باسمه، يبدو أنه متأكد من النتيجة. ذهب، ليش ما يخدرونه ويربطون فمه بعدها يشيلونها؟ وجهة نظر. أيضا أحد التغريدات من قبل الماسة تقول: في الأول لازم رصاص مطاطي أو مخدر، تبتسم، بعدين لازم منشار الأشجار ونأخذ المكافأتين. أكيد هذه الفكرة خطرت ببال أحدهم يا الماسة. نتابع أيضا من أزهار التي تقول: بعيدا عن الجائزة، وش جاب الإطار حول رقبته؟ هذا السؤال اللي ما إله جواب. مستمرون معكم مشاهدينا وتتابعونا بعد الفاصل. جندي إسرائيلي يطلب استراحة غريبة من متظاهرين فلسطينيين.